شوفوا بقى نسر الصلاه، لانه ده نسر الصلاه بجد. يعني اذا كان حد بيقول لك مش عارف مين ملوك الصلاه ومين ملك الصلاه، لا، احمد صلاح نسر الصلاه، لانه انه يجي في ترتيب عالمي بين افضل لاعبي الكره الطايره في العالم. بيقول صلاح في المساء: لا اشبع من البطولات والجوائز. حقق كام بطوله بقى احمد صلاح؟ حققت 55 بطوله و27 لقب، واتمنى الفوز ببطوله افريقيا المقبله. 27 لقب، لانه في معظم البطولات بياخد افضل لاعب، الناس افضل ضارب. ايه الفرق فرديه. ايه الفرق بين البطوله واللقب؟ البطوله هي نتيجه مسابقه، اللقب تصنيفه داخل البطوله المسابقات. فهو 27 ياخد افضل لقب. ضارب يفضل اخد احسن لاعب، خد افضل ضارب على مستوى العالم من كام سنه. وهو النهارده مصنف واحد من افضل 100 لاعب على مستوى العالم في العقد الماضي. بيقول احمد صلاح: الاهلي صاحب فضل عليا، وتعلمت الطموح والمسؤوليه داخل القلعه الحمراء. وهو ده دور الاهلي، لما تلاقوا هنا جوده طفله بتعمل كل هذا النبوغ المبكر، لما تلاقوا احمد صلاح عنده كل هذه الالقاب والتحديات ويذكر فضل الاهلي عليه، هي دي البصمه الحمراء. طيب البصمه الحمراء كمان في عوده الصداره لفريق كره الطائره. فاز على الترسانه، فاز على الترسانه قبليه على الزمالك، لانه ده الماتش اللي عادوا الى يعني عادوا الى القمه. كان ناقص الترسانه، يعني فرق المستوى سمح ان الاهلي كده متصدر ب 31 نقطه نرجو ان يستمر على هذا الوضع عشان بقى يبقى يعني فعلا الكره الطائره تسطر مجدا غير مسبوق. بالتاكيد.